السلام عليكم ورحمة الله تعالى أوكي صح ظلام فلا يجي لك العم المقدمة التعبانة يا شيخ. يلا يلا مشينا. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. فيلم أوبنهايمر وصل إلى صالات السينما بعد طول انتظار، وصراحة يا جماعة من بعد ما خلصت الفيلم كذا وأنا في معركة مع نفسي داخل نفسي، في صوت داخلي كذا يقول لي طبل، الصوت اللي داخلي كذا يبغى يبالغ في التطبيل، عارفين؟ لأنه فيلم أوبنهايمر يا جماعة حرفيا يستحق التطبيل بلا شك، وبالرغم من إنه مدة الفيلم 3 ساعات إلا إنه يستحق كل دقيقة قضيتها داخل السينما. حوارات جدا رائعة ومكتوبة بشكل مرتب للغاية، قصة تم سردها بشكل جنوني حبتين. يا عمي كان في تلاعب بالزمن، تخيل انه فيلم سيرة ذاتية تاريخي دراما يتم التلاعب في الزمن فيه، مش بمفهوم السفر عبر الزمن، بتفهم اذا تابعت الفيلم بعدين. في روحة، في رجعة، شوية ابيض واسود شوية ملون، كان في لمسة نولانية فاخرة صراحة في السرد. وبعدين يا جماعة يعني اوكي انا ما اقدر الوم الناس اللي قالوا والله الفيلم صراحة يجيب الصداع شوية ويبغاله تركيز، طبيعي. احنا نتكلم عن فيلم لكريستوفر نولان يا جماعة، اذا دخلت فيلم لكريستوفر نولان وفهمت لازم تروح تسوي اختبار IQ، معناته انت انسان مرة عبقري. لازم الفيلم يلحس مخك شوية، يجيب لك صداع شوية، ياخذك كذا يمين يسار فوق تحت مطلع منزل، عارف؟ ما هو فيلم لنولن اذا خرجت وانت فاهمه 100%، اوكي؟ فالامر هذا طبيعي يعني. وشوفوا يا عيال، احنا ممكن نختلف وممكن نتفق على اشياء كثيرة داخل فيلم نولن او داخل فيلم اوبنهايمر، ممكن نهبد في بعضنا كثير وتختلف وجهات النظر في امور كثيرة، ولكن اعتقد والله اعلم واوعدكم اذا في شيء ممكن نتفق عليه ويتفق معانا باقي العالم عليه هو موضوع التمثيل داخل فيلم اوبنهايمر. التمثيل يا جماعة وطاقم الممثلين داخل هذا الفيلم شيء فوق الوصف. التمثيل اللي شفته في فيلم اوبنهايمر ما هو شيء طبيعي ابدا، مستوى خارق وغير اعتيادي وانيق جدا. ما راح اتكلم عن مات ديمون يا ساتر، ما راح اتكلم عن روبرت داوني جونيور يا لطيف، ما راح اتكلم عن ايميلي بلانت. خلوهم على جنب دقيقة، بس خلونا نركز بس على بطل القصة، مؤدي شخصية أوبنهايمر، الممثل الرهيب الممتاز الأسطوري البطل، وهات الدربكة، كيليان مورفي. أنا ما وخرت الممثلين هذوليك لأنه تمثيلهم، لا 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 والله كل ممثل في هذا الفيلم قدم دوره على أكمل وجه. كيليان مورفي داخل هذا الفيلم يا عمي حتى سكوته كان تمثيل، نظراته كانت تمثيل، ملامحه كانت تمثيل، مش بس أداء الصوتي وسواليفه وحركات، كل شيء قاعد يقدمه بجسمه بملامحه بلغة جسده كل شيء كان عبارة عن تمثيل. أول حاجة لازم يسويها كريستوفر نولن بعد ما خلاص نجمع فلوس وننبسط ونفلها من وراء هذا الفيلم التاريخي الذي سيخلد في التاريخ، أول حاجة يسويها كريستوفر نولن يروح ويرفع ملف كيليان مورفي إلى أكاديمية الأوسكار، لازم يرشحه لجائزة أفضل ممثل، لازم، لأنه كيليان مورفي لو ما ترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل فهذه مصيبة، ولو ما فاز فيها كأفضل ممثل فهذه مصيبة ثانية. هذا كل اللي أقدر أقوله صراحة عن أداء كيليان مورفي داخل فيلم أوبنهايمر. أنا للأمانة أعجبت بكيليان مورفي من سنة 2013 أول ما نزل فيلم أو مسلسل بيكي بلايندرز، أنا تابعت منه 3 مواسم يعني أول ما نزل المسلسل، وبعدين سحبت عليه ورجعت كملته هذه السنة وكملته إلى نهايته وشفت القصة كاملة. فاللي بقوله لكم، كيليان مورفي هو أحد الأسباب الرئيسية اللي خلتني أستمر بمتابعة مسلسل بيكي بلايندرز من الأصل. فرجوعا لأوبنهايمر يا جماعة، لما نتكلم عن التمثيل داخل هذا الفيلم فإحنا نتكلم عن تمثيل بمستوى عالي جدا. إحنا نتكلم عن مستوى مارلون براندو والباتشينو روبرت دينيرو، ما نتكلم عن مستوى التمثيل الهبدي، لا تمثيل ولا غلطة، ما فيش لعب، ما فيش استهبال، لا تتوقع انك راح تشوف تمثيل تسليكي ولا متوسط ولا جيد، لا كل شيء توب، كل شيء كده بروفيشنال. ومش بس كيليان مورفي، كل طاقم الممثلين، كل وجه يظهر داخل هذا الفيلم قاعد يقدم دوره على اكمل وجه. احكي لكم عن الموسيقى، احكي لكم عن ايش بالضبط في هذا الفيلم، احكي لك عن الموسيقى ولا احكي لك عن توزيع الصوت او تصميم الصوت؟ يا جماعه الاصوات والموسيقى داخل هذا الفيلم شيء بديع للغايه، يعني تخيل انك مش فقط جالس تمتع ناظريك، لا انت كمان قاعد تطرب مسامعك، ومش بس بالموسيقى، لا كمان توزيع الصوت او تصميم الاصوات. انا بعد ما دخلت الفيلم فهمت ليش كريستوفر نولان كان يقول حاولوا تجلسوا في الصفوف الاخيره وفي الوسط علشان تتابعوا فيلم اوبنهايمر، عشان في اصوات، في توزيع اصوات، في ما ابغى ابدا اطبل واصير كذا انسان ايش مبالغ في التطبيل، اللي تابعوا الفيلم فاهمين الاصوات
الموسيقى في هذا الفيلم رائعة جدا يا جماعة. السينماتوغرافي السينماتوغرافي يا عيال، السينماتوغرافي ما هو شيء جديد صراحة على نولان. نولان في السينماتوغرافي يا جماعة وكالعادة لازم يخليك تشوف لوحات وأعمال فنية كل شوي، حتى الكالر جريدينج أو تلوين الفيلم شيء مميز. يعني بالله تخيل إننا نتكلم عن فيلم يحكي قصة تاريخية ومع ذلك استمتع بالموسيقى، بالمؤثرات البصرية، بالمؤثرات الصوتية، بالسينماتوغرافي، بالتمثيل، كل شيء داخل الفيلم. إذا أنت رايح تتابع الفيلم وفاهم أنت إيش راح تتابع راح تستمتع فيه لا محالة. مر ما فيها كلام، تمثيل 10 من 10، قصة 10 من 10، حوارات، سيناريو، حبكة 10 من 10، سينماتوغرافي، موسيقى، أصوات 10 من 10. وجيه كأنك بدأت تطبل. أنا قلت لكم من البداية نية التطبيل موجودة يعني، بس حطوا في بالكم اللي جالس أسويه ترى والله مش تطبيل. اللي جالس أقوله ويخرج من فمي حاليا وترونه في عيني صدقوني ما هو تطبيل، إنما هو إنصاف، وهذه هي الحقيقة يعني. فيلم أوبنهايمر فيلم عظيم للغاية. طيب يا وجيه الفيلم مدته طويلة 3 ساعات يا ولد ايش النظام؟ أي نعم، فيلم أوبنهايمر فيلم مدته مرة طويلة، وإحنا نتكلم بشكل موضوعي، ما نتكلم عن إنه الموضوع سلبية ولا إيجابية، لا نتكلم عن إنه 3 ساعات هي مدة طويلة بالفعل. 3 ساعات مدة طويلة جدا انك تقضيها داخل السينما، تدخل 9 في الليل تطلع 12 بعد منتصف الليل، يب 3 ساعات كثيرة. لو كمان المشكلة الأكبر اللي يعني ممكن يواجهها أي إنسان داخل السينما، ممكن في بعض الدول أو على الأقل عندنا، ما في شيء اسمه بريك. الفيلم مدته 2 ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، ما في بريك. تخش تتابع الفيلم تقفله، تبغى الحمام الله يكرمك مفيش، تبغى تجيب لك مشروب لانه مشروبك خلص مفيش، الفشار تبعك انبلع ولا طاح انكب الارض مفيش، تابع الفيلم من اول لين اخره مفيش بريكات. وعشان كذا انا رايح اتابع فيلم أوبنهايمر مرة ثانية اليوم او بكرة، لانه فكرة انك تحافظ على تركيزك بشكل مستمر ولمدة 3 ساعات ما هو شيء سهل ابدا. فايا كان اذا انت ما تابعت الفيلم للحين وناوي انك تروح تتابعه، فقبل دخولك للسينما تأكد انك منزل حمولاتك ومجهز سناكاتك ومشروباتك، لانه 3 ساعات بتجلسها داخل السينما بلا خروج وبلا بريك. طيب السؤال اللي بعده يا وجيه، هل الفيلم يصلح للجميع ولا كيف؟ تصنيف الفيلم عندنا بلس 15، يعني عمرك 15 وطالع تقدر تتابع الفيلم، ولكن في حال انك تسأل هل الفيلم يصلح لكل فئات المجتمع وكل الاذواق في المجتمع، طبعا لا، ولكن انا حريص جدا اني اوصل لك هذه المعلومة. انا متأكد انه المعلومة هذه جاتك في تويتر لين دخت، ولكن من باب الاحتياط انا راح اكررها عليك مرة ثانية، لاني طول ما انا داخل السينما وقاعد اتابع فيلم أوبنهايمر وبمعدل كل 20 دقيقة تقريبا او كل نص ساعة او كل ربع ساعة كذا مجموعة من البشر يخرجوا يسحبوا على الفيلم نهائيا، ذهبوا ولم يعودوا، ولا اقدر الومهم صراحة، لانه في ناس كان عندهم تصور معين للفيلم ولما دخلوا الفيلم اكتشفوا انه شيء مختلف تماما، او على الاقل مش الفيلم اللي كانوا بانين تصور عليه او مش الفيلم اللي في بالهم. فأوبنهايمر يا جماعة، وضروري تعرفون هذه المعلومة قبل ما تروحوا تتابعوا الفيلم، الفيلم مش فيلم حربي، ما هو اكشن ولا حتى خيال علمي ولا مغامرات، ما فيه رعب، ما فيه صدمات، ما فيه كوميديا، ما فيه شطحات. تصنيف فيلم أوبنهايمر هو دراما وتاريخي وسيرة ذاتية، حرفيا هذه 3 تصنيفات اللي قلتها لو انك فاهمها بتعرف انها تمثل الدراما الواقعية والدراما الانسانية وايا كان المسمى اللي ممكن تتسمى فيه. فدخولك للفيلم بناء على هذه المعلومات رح يخليك تستمتع بالفيلم بشكل افضل، لانك عارف انت ايش رايح تتابع، من انت رايح تتابع شيء على عمى. الفيلم يحكي قصة شخصية تاريخية اسمها أوبنهايمر، شخص اسمه أوبنهايمر، انسان عنده قصة جدا مميزة ومعقدة للغاية، انسان صنع القنبلة الذرية. انت مستوعب ايش يعني قنبلة ذرية؟ آدمي ما اخترع اختراع يفيد البشرية، اخترع اختراع يدمر البشرية، وبالرغم من انه مات واندفن وتحللت جثته إلا أنه ما زال أثر اختراعه ومصيبته موجودة إلى يومنا هذا. فهذه قصة الفيلم، قصة أوبنهايمر، قصة حياة هذا الإنسان، فيها أجزاء مملة، فيها أجزاء ممتعة، فيها أجزاء غريبة، فيها أجزاء محيرة، فراح تشوف قصة هذا الإنسان بشكل مفصل، وجزء منها كان صناعة القنبلة الذرية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب خلونا يا جماعة نتمشى الآن وناخذ لفة سريعة على إحصائيات فيلم أوبنهايمر، لأني إنسان مرة مهووس بالإحصائيات، ما أحب أسوي الإحصائيات، أحب أقرأها بس، أحب أسوي الإحصائيات، أي شيء فيه أرقام. أوبنهايمر يا جماعة إلى الآن وعلى موقع IMDb حاصل على تقييم 9 من 10
بواسطة أكثر من 20,000 شخص. أكثر من 60% من 20,000 شخص هذول قيموا الفيلم وأعطوا العلامة كاملة 10 من 10، وباقي النسب موزعة على 7 من 10 و8 من 10 و9 من 10، وعدد بسيط جدا ولا يذكر ولا يشكل إلا أقل من 1% أعطوا الفيلم 1 من 10. ما نعرف ليش أعطوا 1 من 10، بس واضح أنهم كانوا متوقعين حرب ومسدسات يا ولد، وطلعوا ما شافوا هذا الشيء قاموا قالوا 1 من 10. الفيلم ميزانيته 100 مليون دولار أمريكي، 100 مليون دولار، مبلغ ضخم جدا على فيلم يحكي سيرة ذاتية. وإلى الآن وبحكم أنه الفيلم ما له إلا كم يوم معروض في صالات السينما، ما في رقم واضح لكم الإيرادات اللي جابها. بعض المصادر قالت 40 مليون، وبعض المصادر قالت 60 مليون. المهم أنه الإيرادات في أول كم يوم عرض للفيلم ما بين 40 و60 مليون دولار، وهذا الرقم يعتبر مرة ممتاز في أول أيام عرض أي فيلم. ومن المتوقع أنه إيرادات فيلم أوبنهايمر العالمية راح توصل بنهاية أو بنهاية أول أسبوع لعرض الفيلم إلى حوالي 250 مليون دولار إذا ما كانت أكثر كمان. فيلم أوبنهايمر يا جماعة تم تصويره خلال 57 يوم، يعني حوالي 2 شهر تقريبا. هذا فقط التصوير، سيبوا الإنتاج سيبوا الشغل سيبوا المؤثرات، بس التمثيل أو التصوير عفوا أخذ منهم 57 يوم. ومعلومة شاطحة على السريع، مات ديمون وروبرت داوني جونيور اللي مثلوا في هذا الفيلم كان عندهم قبل الفيلم، يعني كان عندهم رغبة انهم ياخذوا اجازة عن التمثيل، اوه خلينا نوقف تمثيل ناخذ بريك كذا استراحة، ولكن لما سمعوا انه كريستوفر نولان عنده فيلم اوبنهايمر وارسل لهم دعوة، جو جيري مين يقول لا لعمو نولان. طيب هذه كانت مراجعة بسيطة ومختصرة لفيلم اوبنهايمر، قصة رائعة، حوارات جدا مميزة، سرد خرافي ومعقد بطريقة جدا جميلة ونولانية، موسيقى من اروع ما يكون، مؤثرات صوتية من أجمل ما يكون، والأهم من هذا كله تمثيل أوسكاري من معظم طاقم الفيلم بلا شك. طيب إذا ما تابعت الفيلم للحين لازم تروح تتابعه، أهم شيء إنك إيش تكون عارف أنت إيش رايح تتابع عشان ما تيجي تتضارب معايا بعدين. وفي حال إنك تابعت فيلم أوبنهايمر اكتب لي رأيك في التعليقات. تخيلوا إنه هذه كانت مقدمة حلقة شخبار هوليوود هذا الأسبوع، يا ساتر. أما الآن عزيزي الوجيه خلينا نخش على ما تبقى من أخبار هذا الأسبوع، وهب لنا لايك للفيديو لو عجبك، واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول. تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتش والديسكورد، كل شيء عني راح تلاقيه موجود في صندوق الوصف. غير كذا خلينا نبدأ. خلونا نبدأ بأهم أخبار هذا الأسبوع واللي يعتبر يعني سابقة ما قد حصلت في تاريخ هوليوود، ألا وهو خبر إضراب الكتاب والممثلين عن العمل تماما في هوليوود. الناس وقفوا شغل مش راح نشتغل، تمثيل مش راح نمثل، كتابة مش راح نكتب. إضراب الكتاب حكينا عنه في فيديو سابق وما هو أول مرة يصير في هوليوود، صار أكثر من مرة، ولكن إضراب الممثلين واندماج هذه الحركتين مع بعض بحيث يصير الإضراب إضرابين كتاب وممثلين ما قد صارت أبدا. انتم جالسين تشهدون التاريخ يا جماعة، الممثلين والكتاب خرجوا في مسيرة احتجاجية والهدف منها رفع أجورهم أو رواتبهم اللي بدأت تصير منخفضة بسبب انتشار منصات الأفلام أو المسلسلات الرقمية، نتفليكس، أمازون، ديزني بلس، إلخ. المسيرة هذه ما قامت بسبب كثرة المشاكل الموجودة حاليا فقط، إنما كمان بسبب القلق من المشاكل اللي ممكن تصير في المستقبل. الممثلين والكتاب يقولون يا جماعة نبغى ضمانات، نبغى ضمانات إنه رواتبنا ما يتم التلاعب فيها وخفضها وما نعرف إيش من ذا الكلام، بحجة إنه الأفلام صار يتم عرضها في الشاشة أو في التلفزيون الرقمي وفي المنصات الرقمية وما عاد تعرض في السينما ومن ذا الكلام. راتبي اللي حاخذه في المنصة الرقمية هو نفسه اللي حاخذه في السينما، الفيلم حقي يعرض هنا ولا هنا راتبي راح يضل واحد. ويبغون ضمانات كمان انه ما يتم التلاعب في وجوههم واصواتهم بحيث يستنسخوها ويتم وضعها داخل الافلام مقابل انه ايش نخفض رواتبهم ونستاجر وجوههم، زي حلقة نتفليكس اللي في بلاك ميلور مثلا. وخلاصة الكلام انا ما ابغى ادوخكم كثير، الموضوع مرة ملغوص ومعقد، بس عشان الخص لكم الكلام، الممثلين والكتاب عندهم قلق من انه المنصات الرقمية والذكاء الصناعي ممكن يأثرون على رواتبهم واجورهم ومهنتهم في المستقبل، ومسوين إضراب حاليا والهدف منه إصلاح هذه الأمور اللي هم قلقانين منها. لأنه على سبيل المثال منصة رقمية معينة تيجي عند الممثل تقول له سلام عليكم كم راتبك أنت،
يقول لهم أنا راتبي ما بين 10 و 15 مليون عن كل فيلم. فيقولوا له يا حبيبي ده كان زمان الفيلم في السينما، أوكي إحنا عندنا فيلم بيعرض في منصة رقمية، الموضوع يعني التكاليف وكذا عارف، فخلاص إحنا بنعطيك 3 مليون. أحا أنا أخذ 10 15 مليون، تقول لي خذ 3 مليون، يب والله منصة رقمية. فهمتوا؟ هذا أحد الأمثلة يعني. حاليا نقابة الممثلين والكتاب في هوليوود اختارت رسول سلام يمثل الجهتين، يمثل النقابة ويمثل الممثلين والكتاب، ووقع الاختيار على الممثل توم كروز. توم كروز الحين متكف النص، يا جماعة صلوا على النبي تكفون، تعوذ من إبليس، يا هو بنظبط الأمور، الصناعة لا تخرب، الأفلام لا تتدمر، المدري إيش يعني، قاعد يحاول إيش يصلح الأمور ما بينهم و وذات بينهم. ايا كان احنا بعيدين كل البعد عن هذا الاضراب يعني، ولكن اتمنى انه تصلح الامور يعني، لانه الصناعه بتتاثر وممكن افلام كثيره تتاجل ومسلسلات تتلغي بسبب قله الحياه والحوسه اللي صايره دي. وبعد العرض الاول لفيلم اوبنهايمر، كريستوفر نولان اجرى العديد من اللقاءات، وكان فيه بعض الاسئله المثيره للاهتمام اللي جاوب عليها، واحد الاسئله كان ايش رايك يا كريستوفر نولان بشخصية ايرون مان داخل عالم مارفل السينمائي، او بالتحديد ايش رايك باختيار الممثل روبرت داوني جونيور لاداء شخصية ايرون مان. كريستوفر نولان قال لهم بالحرف الواحد ان اختيار الممثل روبرت داوني جونيور كايرون مان يعتبر واحد من اعظم القرارات اللي تمت في عالم صناعة الافلام. هذا مش كلامي انا، لا لا الوجيه مو قاعد انت تفهمت انه الوجيه قاعد يطبل، لا هذا كلام كريستوفر نولان مش كلامي انا. الله عليك يا عمو نولان، كفيت ووفيت والله. وفي نفس اللقاء يا جماعه سالوا كريستوفر نولان وقالوا له لو جاتك فرصه انك تخرج احد افلام سلسله جيمس بوند الجديده، هل راح تقول لا ولا راح ترحب بالفكرة؟ ورد عليهم كريستوفر نولان وقال ياب بالعكس يسعدني ويشرفني، وبتكون فرصه جدا سعيده ان اخرج احد افلام جيمس بوند. السؤال الحين، لو كريستوفر نولان اخرج احد اجزاء سلسلة جيمس بوند، ايش متوقع انك راح تشوف يا عزيزي الوجيه؟ وفي نفس اللقاء برضو سألوا كريستوفر نولان وقالوا له معليش يعني، بس ليش اخترت الممثل كيليان مورفي لاداء بطولة دور او لاداء بطولة فيلم اوبنهايمر؟ ليش ما اخترت ممثل ثاني يعني، الساحة مليانة؟ ورد عليهم كريستوفر نولان وقال الله يشوفه يا جماعة، اثناء قراءتي لكتاب اوبنهايمر واللي من خلاله استلهم فكرة اني اسوي فيلم لهذه القصة، كان فيه صورة بالاسود والابيض داخل الكتاب، يقول كل ما اطالع في الصورة هذه واجلس احاول افكر مين الممثل اللي يصلح يقدم دور هذه الشخصية. الصورة كانت صورة حقيقية لشخصية اوبنهايمر، مين مين مين، يقولوا في كل مرة اطرح هذا السؤال ما يجي في بالي الا الممثل كيليان مورفي. كريستوفر نولان يا جماعة يقول كل ما اشوف صورة اوبنهايمر ما يجي في بالي الا كيليان مورفي كبطل لهذا الفيلم. غير انه الممثل كيليان مورفي ممثل عظيم واسطوري كمان الدور لايق عليه. وسألوا كريستوفر نولان برضه وقالوا له هل عندك رغبة انك تخرج فيلم ابطال خارقين مستقبلا؟ ويؤسفني اقول لكم يا جماعة انه كان جوابه عبارة عن كلمة واحدة فقط، قال لهم نو فقط، نو. السؤال اللي بعده لا تكثروا معايا، والله قال لهم نو، كريستوفر نولان ما راح يخرج افلام ابطال خارقين، انسوا الموضوع. وتريلر جديد للعبه سبايدر مان الجزء الثاني توفر يا جماعه. تريلر الاول اللي نزل كان للجيم بلاي واسلوب اللعب يعني، وجزء بسيط كذا من الحوارات اللي ممكن تكون موجوده في اللعب، ولكن التريلر الجديد اللي نزل هو للقصه وكيف راح تكون القصه. واحب اقول لكم يا جماعه اني ما سبق وتحمست لاي لعبه في الالعاب اللي ممكن تنزل يعني، انا انسان يعني ما العب بشكل مستمر ولا اصنف نفسي جيمر، ولكني العب بين فتره وفتره، ولكن يبدو انه العاب مارفل جابت راسي يعني. تخيلوا الاسبوع الماضي بس ختمنا لعبه سبايدر مان ريماستر لاول مره في حياتي، ولعبنا برضو سبايدر مان اللي هو مايلز موراليز، كذا كلها خلصتها في اسبوع. يقلع ام الحماس، العاب مارفل طلعت مره مجنونه يا جماعه، كيف توني ادري عنها؟ عموما موعدنا مع الجزء الثاني للعبه سبايدر مان بمشيئه الله يوم 20 اكتوبر من هذه السنه باذن الله. وجيمس كاميرون يا جماعه يصرح ويعلنها رسميا يعني، بعد انتشار الذكاء الصناعي شات جي بي تي ومن يعرف ايش، وبعد ما الذكاء الصناعي صار يهدد مسيره الممثلين والكتاب، افلام صارت تنكتب بالذكاء الصناعي يعني، خلاص الدنيا صارت فوضى يا جماعه. فيقول جيمس كاميرون يا جماعه انا حذرتكم من الذكاء الصناعي، حاب ياخذ له كذا قطعه صغيره من الكيك، الناس كلها تسولف عن الذكاء الصناعي، فقال ايش خلينا اخش معاهم. فيقول اني حذرتكم من الذكاء الصناعي من زمان، من سنه 1984 وانا احذركم من الذكاء الصناعي، بس انتم ما تسمعون الكلام، يقصد في سلسله افلام تورمينيتر. حلوة مشاركة طيبة يا عمو جيمس. وأخيرا وبعد حدث كوميك كون سان دياغو العالمي، تم إصدار أول بوستر رسمي
لمسلسل الانيميشن مسلسل ابطال الخارقين انفينسيبل. هرمنا يا شيخ هرمنا هرمنا. مات التريلر مات التريلر بس والله ماني عارف بس ترى مره قريب مره قريب ممكن اليوم ممكن بعد الفيديو ممكن اثناء مشاهده الفيديو هذا ينزل التريلر تبع انفينسيبل الجزء الثاني. باربي يا جماعه نزل في عده دول مش عندنا الحمد لله انه ما نزل ما احنا ناقصين مشاكل وجاب ايرادات حوالي 100 مليون دولار حول العالم. كيف فيلم باربي يجيب ذي الارقام؟ لا وكمان جاب تقييمات حوالي 90% على الطماطم الفاسده وتقييمات حوالي 7.7 من 10 على موقع ام دي بي. ولكن مثل ما قلت لكم ما حد مهتم نروح الخبر اللي بعده. وخبر جميل لمحبي الاخبار الجميله، فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس واللي تم منعه عندنا وفي دول عربيه كثيره بسبب قله الحياه والاجنده التافهه اللي جالسين يحاولوا يمرروها. احب اقول لكم انه الفيلم راح ينزل بجوده رقميه بعد شهر تقريبا. استفدتوا ايش يا سوني؟ ها استفدتوا ايش؟ لو انكم شلتوا المشهد وخليتونا نشوف السينما كان جبتوا فلوس زياده كان فليتوها. بس دلوخ دلوخ هيا القم القم انتوا الاجنده التافهه تبعك. واكيد اكيد اكيد انه الصوره هذه مرت عليكم يا جماعه في الايام الماضيه. الصوره هذه انتشرت في السوشيال ميديا كانتشار النار في الهشيم. اول صوره لديدبول وولفرين مع بعض. والاحلى من كذا يا جماعه وولفرين ولاول مره في تاريخ السينما راح نشوفه لابس بدلة وولفرين الصفراء. البدلة هذه ما كنا نشوفها إلا في الكوميك وظهرت مرة واحدة في أحد الأفلام وكانت جوة شنطة كمان ما لبسها. ولكن في فيلم ديدبول القادم راح نشوف وولفرين وهو لابس هذه البدلة ومع مين؟ مع ديدبول في مغامرة على الطريق. وصراحة أول ما شفت الصورة تفاجأت إنه البدلة في الواقع مرة رهيبة لأني كنت خايف إنه شكلها يطلع بيض فاهمين؟ بس طلعت مرة لايقة ومرة فخمة صراحة على الممثل. عموما يا جماعة سنة 2025 بإذن الله إلا لو إضراب الممثلين والكتاب ذا طول يعني ممكن يتأجل أكثر. وفيلم ميشن امباسيبل أو المهمة المستحيلة قدر الفيلم يا جماعة أنه يجمع في أول أسبوع عرض له أكثر من 264 مليون دولار. هذا أول أسبوع له بس ترى ها ومع وجود أوبنهايمر وباربي وزحمة ومع ذلك جاب 264 مليون دولار. ومن المتوقع له أنه بنهاية الأسبوع القادم يقفل أكثر من 350 مليون دولار. ما تابعت الفيلم؟ إيش منتظر؟ روح تابعه تستمتع. حلقة واحدة وأخيرة يا جماعة تفصلنا عن نهاية مسلسل سيكريت إنفيجن المخصوص واللي نزل من عالم مارفل واللي يحكي قصة السكرولز ومحاولة غزوهم للأرض من داخل الأرض. كيف تفهم إذا تابعت المسلسل؟ ما حد قالك ما تتابعه. أنا ما ودي أطبل المسلسل ولا ودي أجامل المسلسل. بالبداية كان مرة قاعد يقدم مستوى كويس وبعدين الموضوع صار كذا غير مثير للاهتمام ووقفته. مش سحبت عليه وقفته برجع أكمل. المشكلة أنه كل شخص محب لعالم مارفل لازم يتابع هذه الأفلام أو هذه المسلسلات تبع مارفل لازم تتابعها سواء عجبتك ولا ما عجبتك لأنه المسلسلات بشكل مباشر مرتبطة بعالم مارفل السينمائي وبقصتهم. عشان تستوعب قصة عالم مارفل السينمائي لازم تتابع كل مسلسل وكل فيلم ينزلوه سواء الفيلم حلو ولا بيض سواء الفيلم ممتاز ولا زي الله يكرمه لازم لازم لازم. وهذه واحدة من الطرق التسويقية العجيبة اللي إيش متبنيتها مارفل في آخر 20 سنة. عموما حلقة واحدة تفصلنا عن نهاية مسلسل سيكريت إنفيجن ونتمنى أنها تغير اللعبة شوية أو على الأقل تعطينا جرعة حماس لما هو قادم من عالم مارفل. وختاما يا جماعة فيلم ذا فلاش الجديد توفر بجودات عالية تقدر الآن تروح تتابعه من الجوال لا من التلفزيون من البي سي من اللابتوب اي مكان يعجبك. وكمان فيلم ترانسفورمرز الجديد برضو توفر بجودات عالية تقدر تتابعه من اي مكان من الجوال التلفزيون البي سي اللابتوب اللي يعجبك. وبس والله يا جماعة هذه كانت تقريبا أهم أخبارنا لهذا اليوم ومراجعتي السريعة لفيلم أوبنهايمر بعد المتابعة الأولى. ربما أسوي مراجعة ثانية مستقبلا بعد المتابعة الثانية الله أعلم. ولكن الله يعطيكم العافية يا جماعة هبولنا لايك للفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات وتعالوا تابعونا المواقع التواصل الاجتماعي وتويتش والديسكورد كل شيء يعني راح تلاقوه موجود في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم.